عن من سهواها أنا مهما يكون والبريقة في رباها سحر وفتون في المعلى والتواهي والشيخ عثمان في السيرة والقلوعة عباقي عدن المدينة المحررة منذ سنين تتقاذفها الأزمات من كل حدب وصوب، أزمات خانقة تشكل حملا ثقيلا على كاهل المواطنين في هذه المدينة، ما إن يصحو المواطنون من كارثة أو أزمة حتى تبرز أخرى. تعدد الحكام وتنوعت الاتجاهات وتوالى المحافظون والمعاناة بازدياد، انقطاع للكهرباء للمياه للرواتب، غلاء للأسعار وأزمات اقتصادية تعصف من كل جانب. في ظل دعوات مستمرة لسرعة تطبيق ما تبقى من اتفاق الرياض لتعود الدولة بأجهزتها وتبدأ مرحلة البناء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نواصل الحديث عن الأزمة التي تشهدها عدن، أزمة المياه والاحتجاجات في بعض مديريات عدن حول هذه الأزمة، وكذلك إيضاحات من قبل المؤسسة العامة للمياه في عدن حول هذه الأزمة. ينضم معي الآن مشاهدينا الكرام من عدن المهندس زكي حداد، نائب مدير عام مؤسسة المياه. مساء الخير أستاذ زكي. مساء النور يا أخي. نحن نتحدث اليوم عن الأزمة التي تشهدها مدينة عدن ومديرية كريتر بالذات، أزمة المياه، ونحن أيضا رأينا اليوم هناك احتجاجات في هذه المديرية، ما المشكلة بالضبط؟ والله يعني مشكلة عدن بشكل عام هي مشكلة الكهرباء تنقطع في مديرية عدن على أنحاء عدن حوالي 16 ساعة تشغيل 8 ساعات، والمناطق تعاني أكثر، هذه المناطق المرتفعة زي مثلا جبل العيدروس، شعب العيدروس، منطقة القلوعة، منطقة التواهي، المناطق المرتفعة دائما تعاني هذا الشيء ضغط باستمرار في الشبكة حتى توصل لهذه المواقع. يعني الموضوع المشكلة هي نقص في الكهرباء في المولدات مثلا؟ ايوه، الكهرباء احنا نعتمد عليها على اساس كنا نعتمد عليها 75% ونشتغل على مولدات. بس بسبب تكرار خروج المنظومة الكهرباء اضطرينا ان نعمل بالمولدات اللي هي اساسا يعني هي عباره عن 12 ساعه او 6 ساعات 8 ساعات، لازم فترة مكوث كذا 4 ساعات الان واصل من العيد، ونحن مواطنين في دير احمد خصوصا المولد شغال 13 يوم على مع الكهرباء مقطوعه على المولد، المولد خارج عن الجاهزيه. يعني اصحاب الكهرباء والله يعني لا توجد لديكم مولدات جديدة أو ما طالبتم الحكومة أو الجهات المعنية بتوفير مولدات جديدة بحيث تستطيعوا أنكم توصلوا الميل هذا المناطق؟ نحن معنا مطالبات من الحكومة على أساس الحين والله يعني أبدو استعداد لهم على أساس يفرقوا على المخصصات المالية للمولدات ولا وتأهيل الملخات حق العيدروس، لأن الملخات قديمة من يعني لها فترة زمنية كبيرة والناس توسعت الآن المناطق زي العيدروس، ما هي الشعب العيدروس قبل 2015 الان فوق الجبال وصلوا لمكنه الفوز، وصلوا للاسوار التحسينات اللي كانت هنا على مدينه كريتر الان الناس يسكنوا فيها، وش خدمه ماي شو خدمه ناس يعني توسعت هذا لازم تتوسع بشكل افقي، كان المدينه اللي معاها توسعات معانا الان تتوسع بشكل راسي، وهذا اصعب حاجه انك تتوسع بشكل راسي لانك تكون محصور. أبناء العيدروس بالذات يقولون أن الماء منقطع منذ أشهر، يعني فهل خلال الأشهر هذه لم تستطيعوا أن توفروا مثلا مولد؟ مش أشهر يعني هو أبناء العيدروس شعب العيدروس قطع مناطق مرتفعة، يعني هي أزمة برغم أنه تحاول المؤسسة قدر الإمكان تضغط على كل المناطق لتوفير المياه للمناطق الجبلية، بس بعض الأحيان تفوق المنظومة يحدث فشل، يعني برضو لازم كان يتواكب هذه الفتره، كانوا اطلقوا المخصصات الماليه من 2013 2000، يعني مرت كل سنه تتجدد
الاسماء خاصه ماليه تاهيل المضخات وشراء المولدات. تعرف يا اخي انه اذا كان مولد قديم من 2015 تبع الصليب الاحمر ثلاثه مولدات، يعني 2015 وحاولنا عبر المنظمات الدوليه تاهيل صيانة بعض المولدات، بس لازم احنا اعتمادنا اساسي على منظومه الكهرباء. منظومه الكهرباء يعني مشاكلها كبيره في عدن، مشاكل بنيه تحتيه، كهرباء ومياه ومجاري واتصالات لا باس فيهم يعني. صحيح، هذه اصلا المشاكل التي يعاني منها ابناء عدن خاصه منذ ما بعد التحرير منذ عام 2015، ونحن نرى أزمة الكهرباء ثم أزمة المياه ثم أزمات صحية متوالية. طب مع قدوم المحافظ الجديد أستاذ زكي، هل هناك من ملفات جاهزة مثلا أو تقدمونها إلى هذا المحافظ من أجل مثلا مشكلة الكهرباء ومشكلة المياه؟ أستاذ المحافظ الجديد ذو خبرة، هو يعني مر على مديرية خور مكسر كمأمور، مر على مديرية الشيخ عثمان كمأمور، يعني عاصر كثير من اسمه الغير او مشاكل في محافظة عدن. ان شاء الله الله يوفقه الى ما يحب ويرضى، يعني نحن نتمنى له التوفيق والنجاح والسداد، لانه هي عدن خدمات. عدن كمدينه مدنيه خدمات، تشتري كهرباء وهذا، بس على المواطن كمان يساعد هنا، يدفع فواتير، عشان يساعد المؤسسات، هذه مؤسسات محليه تابعه له، تابعه للمواطن، يحس المواطن صح انه قد يكون تقصير في الخدمه، لكن الخدمه موجوده. خدمة الصرف الصحي موجودة، خدمة المياه موجودة، قد تكون في تقصير بسبب قدم الشبكات بسبب مشاكل جمة، بس ضروري المشاركة ما بين المواطن والمؤسسة والحكومة في دعم هذه القطاعات، لأن المواطن يقول لك أشي أنا معي، أشي خدمة، يعني أشي عيش. يعني ندق في النوم، لأن احنا خرجنا حرب وساعدنا، نحن مواطنين كريتر في إخراج الأشياء الضالة اللي يعني كيف خرجت كلها، والمعلة والتواي واستطاعوا دحر الحوثيين. يعني لازم نعطي الناس، يقول لك انا الشيء عيش، الشيء اشرب، ما يصير غسل، منطقة حارة. صحيح. لذلك لازم تضاف كل الجهود، الكهرباء مؤسسة الكهرباء تعطي لازم الحكومة تعطي لي أولوية، تعطي لي إمكانيات، مش بعد شهرين ثلاث شهور تقول لك المعروف خلص، الدين خلصنا هنا، يعني منتظرين كماسة. هذه المناشدات هي متواجدة منذ عام 2015، سمعنا الكثير منها حول الكهرباء حول المياه، لكن لم نرى حلول ولم يرى المواطن حلول على أرض الواقع. المواطن كما تحدثت أنت وكما نتحدث نحن أيضا يريد خدمات على أرض الواقع، يعني يريد ما يريد كهرباء، يعني أقل شيء هذا المواطن الذي حارب الحوثيين وحرر عدم من الحوثيين، حان الوقت لتكريم هذا المواطن بتوفير له هذه الخدمات. بس هذا ككلام واقعي، كلام صحيح، بس هذه تشتي حكومه، تشتي دوله تساعد على الموضوع هذا. يعني لازم الدوله تتدخل في هذه المشاريع استراتيجيه، بنيه تحتيه، يعني ضررت عدن. انا تعرف انه معنا كارثه بيئيه، اغلب خطوط المجاري تصرف للبحر، يعني كارثه بيئيه، حواضر المعالجه الان مغتصبه، يعني حاجه. الآن الاحتجاجات متواصلة في مديرية كريتر، وقد ربما أنها تشمل بعض المديريات في محافظة عدن إذا ما طالت أزمة المياه. هل من حلول مثلا الآن سريعة لمعالجة مثلا هذه المشكلة، ولا بشكل بسيط؟ يعني في توجيهات على أساس أنه المخصصات المالية، أنه يعني خلال ثلاث شهور شراء المولدات وتأهيل المضخات، على أساس بيعملوا تأجير لمدة ثلاث شهور للمولدات في بير أحمد وبير ناصر والمنافرة، عشان يعطى الخدمة أو استفادة لخدمة المواطنين. بطل ينزل في هذا، ضروري الكهرباء تكون في حالة، يعني حتى 50% 70%، الكهرباء في عدن تخرج عن جاهزية كاملة، منظومة كاملة، كهرباء حرارية قديمة، مضخات كابوتة قديمة، يعني ماش بنية تحتية في الكهرباء، ماش محطات تحويلية تعتمد على مولدات سفرية 1 ميجا مع السعودية مع باقيات مع هذا، برضو هذا ما تفيش بالغلط. الان نحن احتياجات المياه، نحن نضخ حوالي 120 متر مكعب، لكن احتياجات المياه لمدينه عدن بشكل على اساس انه في الفرد الواحد 80 لتر باليوم، حوالي 200,000 لتر، يعني هذا 200,000 متر مكعب، يعني يحتاج تضافر جهود، يحتاج رؤيه لمدينه عدن على اساس انه لمده
يوجد المواطن يحس بمتاح انه يعني كرامته محافظه، انه يسهل له المياه، سهل له يعني لازم نخوض برضه في جانب التحليه. نحن منطقه بحريه خرجنا من التحليه بسبب الاسماك العظيمه المرتفعه للنفط المكحل في التحليه، فضروري تدخل. طب هل لكم انتم لقاءات او اجتماعات مثلا تعاونيه مع مثلا مؤسسات العمل الكهرباء مع السلطه المحليه في المحافظه مثلا لمناقشه هذه المشاكل وتقديم حلول لها؟ والله نحن معنا لقاءات، واخر لقاء كان مع وكيل اول محافظه الاستاذ محمد الشاذلي، رفعنا له رساله من المؤسسه باحتياج العاقل ب 2 ميجا تعقير حتى في بير احمد، حتى نعدل الازمه هذه في المناطق المرتفعه، لان نعتمد على اعتماد اساسي في بير احمد على التيار الكهربائي لمؤسسه الكهرباء، وهذا يعني الاعتماد على يعني مش وقنا يعني ما ينقطع يخرج عن الجهه المظلومه، قال لك ديزل، قال لك مازوت، قال لك يعني يعني الان مشكلات المياه الان بس في المناطق المرتفعه، لكن المناطق غير المرتفعه مثلا تاتيها المياه من يوم لاخر، يعني مثلا يوم ويوم لا او يومين يعني يوم لا، يعني تاتي المناطق المسطحه هذه، المناطق الدنيا هذه ثقيله، بس وقتها معنا مشكله عامه، هي مشكله المياه مشكله عامه في عدن، حتى التوسع العمراني صحيح، ما واقفوش يعني فكره استراتيجيه في انه تدخل مثلا التحليه، تخلط مياه التحليه، يعني قلت لك نحن حضان الله بالبحر من كل الجهات صحيح، بس اذا ضروري هذه المشاريع الاستراتيجيه لازم الدوله تتبناها عشان المواطن يحس بالامان، يحس انه وصل له المياه، وصل له هذا، لازم الدوله تدخل دخول جامد في الموضوع ده، تكون هناك شركات استشاريه، مهندسين ده كفاءات كبيره في وضع الامثال لتحسين الحاله المعيشيه في المحافظه. متى اخر مره استاذ زكي مثلا اصلحت منظومه المياه او تم صيانتها ولا بشكل جزئي؟ متى كانت اخر مره للاصلاح؟ والله الحين احنا خرجت المنظومه الحين قبل 13 يعني قبل اسبوعين، لما وقفت منظومه الكهرباء عن تغذيه بير احمد، واضطروا انه يشغلوا المولد على 24 ساعه يعني مستمر الشغل، خرج المولد، وكان يعني لا بس يعني التشغيل كان يؤدي الغرض، كان الاحتجاجات دي قبل تذكرنا قبل 5 شهور 4 شهور كانت احتجاجات بنفس المنطقه، لكن قدروا جهات المؤسسه تحل الموضوع، بس حل الموضوع لازم هناك قلت لك لازم يكون مولدات موجوده، مولدات احتياطيه موجوده، كهرباء موجود، حتى انك تستطيع ويعني ومدخلات تشتغل لازم تكون منظومه يعني متكامله، هذه منظومه تشغيل مياه، تشغيل صرف صحي، لازم تتلقى الدوله تدخل في المواضيع هذه بنيه تحتيه. المواطن الحين يقول لك تقول له ادفع فواتير، يقول لهم ما ادفع فواتير. يعني صعب انه يعني تلقى المواطن يقول لك يا اخي 20 ريال بس ادفع 20 ريال تحسين الخدمه، مع انه طالب المؤسسه يقول لي ليش ما توديش الخدمه؟ ليش ما يوصلش الماء؟ لكن ما ادري مديونية كبيرة، المؤسسة يعني مديونيتها كبيرة للغير، للمواطنين والحكومة. هذه رسائل طبعا انت توجهها، ونحن عن طريق برنامج عدن في اسبوع برضو نوجهها للجهات المعنيه في الحكومه والدوله، خاصه وان عدن الان شكلت فيها سلطه محليه جديده متمثله بمحافظ المحافظه ومدير امنها، نتمنى ان يعملوا على معالجه هذه الازمات والمشكلات، لان المواطن يعني هذه التي تهم المواطن في محافظه عدن، يعني المواطن في محافظه عدن ما يستفيد من تعيينه اي شيء غير الخدمات. هاي تهمنا هذه عام تهمنا كلنا، ونحن كلنا محتاجين للخدمات في بيوتنا، في معيشتنا، في حياتنا كلنا. نتمنى للاخ المحافظ الامن التوفيق والنجاح والسداد في قياده محافظه عدن، لان محافظه عدن تحتاج مثل هذه القيادات لإحياء وإنعاش الحياة الخدماتية في عدن والحياة المدنية. هي ملفات كبيرة طبعا و و و و وصعبة، لكن نتمنى أن تتضافر الجهود متمثلة بالحكومة بشكل أساسي اللي هي الدولة ومؤسسة الكهرباء والمياه. أنت تحدثت قبل أيام حول العشوائيات أيضا، وكذلك البسط العشوائي على أحواض
معالجة مياه الصرف الصحي؟ البص العشوائي نحن تحدثنا هذه قبل، نحن نعاني أنه معانا مشروع تبع الصندوق العربي بحوالي 6 مليون دولار توقف، لأنه هناك في المواقع اللي حددناها لتأهيل حوض المعالجة كابوزة صرفت، والآن هنجلات لحفظ الأغذية. صور هذه مأساة كبيرة، إن حوض معالجة فيها هذا الميزان انتشر كل أرجاء الحواض، يبنى فجأة كده هنجرات فيها تحفظ فيها أغذية، مع أن المستر بلان لمن صرفت هذه الهنجرات أو هذه الأماكن؟ من الذي يقوم بالبناء يعني؟ من تم لمن تم صرفها ومن صرفها؟ تم الصرف من قبل منطقة حضة. رغم أنه هذا المنطقة، هذا الزون كان زون يسمى الزون الأخضر، يعني منطقة خضراء حسب مستر بلان 2025 حسب الخطة الشاملة لتطوير مدير العدل. هذا المستر بلان أو الخطة الشاملة على أساس المنطقة الخضراء تصرف المواقع على اساس على 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 ما حد لهم عن مستر بلان، يعني تصرف مناطق صناعيه الزراعيه التجاريه، لكن فجاه انت تصرف المخطط المساحات الخضراء تحولها مدن سكنيه. وبعدين بعد ما شفنا هذا تحولها الى عنقرات فوق خطوط الداخل والخارج فوق خطوط المجاري، لصار يا اخي احتفل، يعني انت حافظ على المنطقه الخضراء، حافظ على مكونات المنطقه الخضراء التي حددت انه هذا المنطقه الزون كله هذا زون اخضر. الناس في كل العالم يحافظوا على الزون الاخضر للتلوث البيئي لمصدرات الرياح، لكن عندنا يصرف الزون الاخضر وعادت تصرف يعني اسمها وحدات سكنيه وبقرب الحوض المعالجه، وتحول وحدات سكنيه بقدر قادر الى هنجرات لحفظ الاغذيه للمنظمات الدوليه، تحفظ الاغذيه للمنظمات الدوليه في مواقع فيها غاز الميثان القاتل. شوف اسال مدينه التقنيه كيف يعاني المواطن عندما يفتح شباك، بس شوف الرائحه، شوف اجهزتهم، الثلاجات، المخيفات، كل راحت. طيب يعني لازم كل كنت مستوعب ان هذه عدم ينقض لنا، لازم نحافظ عليه. صحيح، عدم كما تحدثنا مسبقا انها عانت ولا زالت تعاني، ولا زال ابناء هذه المدينه يعانون، ولا زالت الشبكات الصحيه والشبكات المياه والكهرباء تعاني، لا زالت المواقع الاثريه تعاني، اراضي الدوله، الاراضي العامه تعاني. نتمنى حلت كل هذه الاشكاليات. اشكرك كل الشكر المهندس زكي حداد نائب مدير عام مؤسسه المياه في عدن، شكرا جزيلا لك. نواصل مشاهدينا الكرام الحديث هذه المرة عن الاحتجاجات التي لا زالت تشهدها مديرية كريتر للمطالبة بتوفير الماء المنقطع منذ أشهر بحسب المحتجين في مدينة كريتر. انضم معي حاليا الآن الناشط المجتمعي أحمد المريسي. أحمد مساء الخير. مساء الخير أخي أديب، في البداية أحب أن أرحب بك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بك أحمد. طبعا نحن نتابع ما تشهده مديرية كريتر من احتجاجات واسعة من أجل توفير المياه. أنت أحد أبناء كريتر أحمد، ممكن أن مثلا تضعنا في صورة هذه الاحتجاجات؟ طبعا أخي أديب، الاحتجاجات ما زالت مستمرة خلال الأسبوع الماضي وما زالت لحد اليوم. هناك قطع للشوارع من قبل المحتجين بسبب انقطاع الماء المستمر منذ فترة طويلة على مدينة عدن بشكل عام. الماء لا يصل إلى المنازل بسبب عدم توافر إصلاح للشبكة المياه وشبكة إمداد المياه إلى محافظة عدن. كم الماء مقطوع أحمد؟ كم الماء مقطوع في مديرية كريتر بالذات؟ شوف، في مديرية كريتر هناك تفاوت في يعني في مناطق تصلها بشكل يوم ويوم لا، في مناطق تصلها بشكل يومي ولكن كمية بسيطة، ساعات محدودة، قد يكون 3 ساعات أو 4 ساعات هكذا في اليوم، وبعض الأماكن ما تصلها الماء تماما، خاصة المناطق المتواجدة في أطراف الجبال وهكذا في كريتر خاصة.
هل هناك من تواصل مع السلطة المحلية في مديرية كريتر مثلا خلال هذه الفترة وخلال هذه الأيام من أجل توفير الماء؟ والله شهدنا في السنة الماضية بعد حدوث هذه المظاهرات التي خرجت في شوارع عدن وإقالة المدير العام للمياه والصرف الأستاذ فتحي السقاف، نظرة هناك في تجاوب شوية هكذا من جهة المعنية خاصة من جهة السلطات المحلية، ولكن لحد الآن ما في أي تحركات ملموسة على أرض الواقع. قد يكون هناك في تحركات يعني عن جهات المسؤولين ومن هذا القبيل، ولكن الماء ما زال يصل بشكل يعني متفاوت، وبعض المناطق يعني بعض الأسر وبعض المنازل لا يصلها الماء بشكل تام، فهذا الذي يجعل الشارع في حالة من التوتر، ولأن الماء شريان الحياة، فهذه أساسيات يعني بالحياتية للمواطن. نعم. طيب هل هناك مثلا أحمد، أنت ناشط مجتمعي، هل هناك من مبادرات مجتمعية أو ما شابه ذلك من أجل مساعدة الناس في توفير الماء لبعض المنازل؟ انظر عزيزي أديب، مهما وصلت حد الناشطين المجتمعيين أو المؤسسات أو المنظمات المجتمع المدني، لن تستطيع أن تعمل شيء إذا لم يكن هناك تدخل للدولة، أقصد بالدولة هي الحكومة، لأن حتى مؤسسة المياه لن تستطيع الاتيان بالاكتفاء، لأنه عبارة عن مؤسسة منتهية شبه معدمة، لا يوجد بهم رواتب للموظفين الموظفين الخاصين بهم، فما بالك بإصلاح هذه المشكلة، يحتاج تدخل من الحكومة نفسها ومن الدول المانحة أو شيء من هذا القبيل، لأنه نحن في حالة يعني يرثى لها في عدن. كان الموضوع يتعلق بالمياه أو بالكهرباء، نحن الآن نشهد انقطاع الكهرباء قد يدوم بمعدل 5 ساعات إلى ساعة، كهرباء لا تطفي ساعة واحدة وتطفي 5 ساعات في عدن في ظل الحر الشديد وفي ظل يعني موجة الأمراض المنتشرة في هذه الفترة، فحالتنا يعني داخل عدن صعبة جدا، يعني انقطاع شبه كلي للماء وانقطاع شبه كلي للكهرباء، بما أنك تتحدث عن 5 ساعات الطافية وساعة لاصية. يعني لا شواحن لا تقدر نشحن فيها، ولا المواطير تعرف أنت كيف مضرة بالإنسان ومضرة بالبيئة، فوضعنا إحنا داخل عدن كارثي للأسف. الأسباب أحمد اللي ذكرتها قبل قليل، هل هي أسباب قالتها المؤسسة العامة للمياه اللي هي تأخر صرف الرواتب أو وجود خلل كبير في منظومة المياه في عدن؟ انظر عزيزي أديب، مؤسسة المياه لا تتحدث عن نفسها، ولكن الواقع على الأرض يتحدث عن نفسه. بعد تواصلي مع بعض المسؤولين هناك يعني في مؤسسة المياه، اتضح لي أن هناك منظومة من الفساد تشوب هذه المؤسسة، منظومة يعني من 2015 إلى بعد الحرب يعني إلى حد الآن، وهي المؤسسة في حالة تدهور مستمر. قد يكون الأسباب بسبب انقطاع الماء هذه، قد يكون بسبب ضعف الصيانة على المنظومة، عدم تواجد الخزانات حق البرزخ الموجود لدينا في عدن، تعمل تقريبا بنصف كفاءتها، كانت الخزانات داخل البرزخ، معناها تقريبا حق 5 مليون جالون تم ضربها في حرب 94، وما تبقى لدينا إلا فقط 2 مليون و500 جالون، هذا الذي يغذي 4 مديريات داخل عدن، والمديريات المتبقية تتغذى عن طريق المياه التي تأتي من الآبار بئر أحمد وبئر ناصر وهذه المناطق، فضعف الصيانة لها، ضعف عدم تواجد ميزانيات كافية لصيانتها قد أدى إلى هذه الأمور، والفساد هو يعني لب القضية. أوضاع صعبة أحمد حقيقة تعيشها عدن ويعيشها أبناء هذه المدينة منذ التحرير في الخدمة. شكرا جزيلا لك الناشط المجتمعي أحمد المريسي، شكرا جزيلا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نواصل الحديث عن مشكلة المياه وأزمتها في عدن وخاصة في مديرية كريتر. احتجاجات متواصلة حتى هذا اليوم تطالب السلطة المحلية وتطالب الحكومة الشرعية في عدن توفير المياه إلى أبناء هذه المديرية. الآن انضموا معي من هناك مشاهدينا الكرام سامي العدني أحد أبناء هذه المديرية. سامي مساء الخير. مساء النور أخي أبي. طبعا رأينا لك صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وأنت طبعا تركب حمار وبجانبك دباب ماء وأوضاع كأنك في قرية. إلى هذا الحد وصل الأمر؟ وصلت الأزمات بعدن؟ نعم أخي، نحن في منطقة شعب العدروس في مديرية كريتر، 50% من سكان هذه المنطقة لا يصلهم الماء إلا بهذه الطريقة عن طريق الحمير. طب كم لكم على هذه الحالة؟ نحن منذ 5 سنوات على هذه الحالة، ونحن نعاني في هذه المنطقة. مش يعني الحالة هذه مستمرة، الماء ما تحسنش، كل ما له يتدهور أكثر وأكثر. طيب الأسباب التي تقولها لكم مؤسسة المياه؟ طبعا نحن منذ قليل كان معنا نائب مدير مؤسسة المياه قال أن لا توجد مولدات، وتحدث عن الفترة ما بعد 2015 أنه لا توجد مولدات كهرباء ولا توجد كهرباء أيضا. نحن كنا قبل 3 أيام في الفرزق في منطقة جبل حديد مع مدير المؤسسة المهندس فتحي السقاف، وصورنا فيديو معه على وأشار الخلل أين يوجد، إنه ما يوجدش مولدات، وإن رئيس الوزراء وجه في شراء مولدات بشكل عاجل، وإن وزير المالية هو من وقف هذا الميزانية المطروحة لشراء المولدات، وصرح أمام الجميع في الفيديو أنه سيقدم استغاثة خلال 2 يوم إذا ما توفرش الماء، ولكن بعد 2 يوم الماء أصبح أسوأ من قبل الإعلان اللي أطلقه مدير المؤسسة نفسه. طبعا ولم يصل الماء إلى اليوم، الماء شبه معدوم، يعني عندنا لو بيوصل الماء بيوصل لأماكن بعيدة جدا، يعني مسافة قريبة 500 متر الواحد عشان يجيب ماء لبيته، يروح يجيبه بالحمير يناقل الماء البيت. مأساة كبيرة جدا عشان احنا منذ 5 سنوات. طب والاحتجاجات هذه ستستمر؟ سامي ايوه، هل ستستمر هذه الاحتجاجات التي تقومون بها في مديرية كريتر بالتحديد في ال ال أكيد بتستمر الاحتجاجات. نحن ليس لدينا عداوة مع مدير المؤسسة أو المؤسسة نفسها أو أي مطالب غير أن احنا نريد ماء. نحن الوقت اللي بيوصلنا الماء بشكل طبيعي بالشكل الإنساني بالشكل الاعتيادي اللي الناس كلها يوصلهم الماء إلى بيوتهم، نحن ستتوقف هذا الاحتجاج. ما لم نحن مستمرين بالاحتجاجات، نحن قدمنا 5 من خيرة شباب شعب العدروس بسبب مشكلة الماء، يعني بسبب شرطة دينامات ماتوا علينا 5 شباب في المنطقة. مستحيل نحن نوقف الاحتجاجات هذه بدون ما يوصلنا الماء بشكل طبيعي إلى كل بيت في شعب العدروس بشكل بالتحديد. يعني معروفة سامي مديرية كريتر منذ القدم أنها المدينة الوحيدة التي لا ينقطع عنها الماء كما كانوا يتحدثون عنها سابقا ما بعد القصر، يعني ما الذي حدث مؤخرا يعني لهذه الشبكة؟ نحن كان يعني في نعتبر نحن البيوت اللي هي على الشارع على طول، نحن كان الماء يوصلنا العصر بدون أي دينامات، بدون حتى نحن من البيوت اللي ما سمعها توانك فوق البيت، يعني كان الماء يمشي بشكل طبيعي عندنا. لكن بعد حرب صيف 2015 الماء انعدم انعدم بشكل كلي او جزئي؟ ليش انعدم الماء من بعد 2015 بشكل كلي او بشكل جزئي؟ يعني بشكل يعني انعدم الماء عندنا، الماء بدل ما يوصل 100% يوصل 10% فقط في شعب العدروس، وباقي المياه مش عارفين المنسوب هذا فين يروح. نحن كان يعني نداوم داخل مؤسسة المياه أكثر من الموظفين اللي موجودين فيه، نحن لما الصباح نكون داخل البرزخ عشان يتابع منسوب الماء ولا فين بيوصل. للأسف كل يوم يوعدوا نحن أنه الماء بيوصل لما نفوق شعب العدروس، نجي اليوم اللي بيوعدوا نحن فيه أن الماء بيوصل ما يوصلش. نحن معانا قدمنا شبه دراسة أو شبه طلب لشركة آل سعيد
جزاهم الله خير فتكفلوا بشراء دينامات 200 دينامات ومطور، لكن مؤسسة المياه للأسف عرقلت الدراسة هذه ولم تفي بوعودها ولم تتواصل مع التجار نفسهم اللي ربطناهم فيهم لشراء الدينامات هذه. هذه الدينامات تحتاج مشكلة منطقة فيها 50,000 نسمة، ولكن المؤسسة نفسها هي معرقلة هذا المشروع. احنا مش عارفين ايش المقصد من هذا الشيء، هل هم يريدون احنا نخرج للشارع نسبب الاحتجاج يعني نعمل الاحتجاجات هذه، او ايش الهدف من وراهم انهم يقطعوا الماء عشان يهيجوا الناس، او هم يريدوا يزيدوا المعاناه فوق المعاناه على المواطن؟ المواطن اصبح يعني لا كهرباء لا مي ولا اتصالات الان تصل بنت، وانت عارف الشبكه كيف تقطع من اول، احنا صعب نتواصل معاكم جدا. فنحن اصبحنا خلاص كان احنا عايشين بغابه، ما حد يهتم لحد، كل واحد بياكل الثاني، يعني ضرونا احنا اكثر ما فادونا احنا المسؤولين اللي ماسكين في عدم. انتم ذهبتم سامي كما قلت الى البرزخ، يعني هل رايتم هناك اسباب مثلا اسباب واقعيه لانقطاع الماء لهذه كل هذه الفتره؟ نحن لما ذهبنا للبرزخ كان اليوم اللي هو يوم الرياح، نحن من بعد يوم الرياح اصبح الماء عاد 10% نزلت الى 5% بسبب الرياح اللي حصلت في عدن. قالوا انه بير احمد ما انقطع عنه الماء اللي هو الخط 33 ولازم نعيدوا الشبكه من جديد حق الكهرباء عشان يوصلوا الابار. ورحنا بعد بيوم لصقولنا الابار هذه وشبكوا لنا اصحاب الكهرباء ومعي فيديو من الاستاذ فتحي السقاف ويوعدنا وعد ان الماء اليوم بيوصل بشكل كبير، قلنا نحن شغلنا الابار كلها اليوم بالكهرباء والمولد الان تحت الصيانه بحيث انه لو فصلت الكهرباء يشتغل على طول معانا. يعني مش عارف الامور تترتب لهم بشكل مناسب، ولازم الماء يفتح مثلا الساعة 4 العصر لا يفتحوا لك الماء الساعة 2 في الليل بسبب مشكلة الماء ما يطلعش عادي، الناس كلها معهم ديناماتنا، يعني الماء لو بيوصل لك بشكل طبيعي كان وصل، لكن الآن احتاج لك كل كهرباء لافية عشان يوصل لك الماء، وعاد لو وصل لك لا تحت البيت لازم تكون معك ماطور، لو الكهرباء طفت عشان تشفط لما الخزان حقك لا فوق البيت، أو تشفط من الخزان قريب من بيتك وتقدر تناقله بالحمار بعدين لا فوق المرتفعات. البعض يقول سامي أن هذه المنازل منازل عشوائية، أو بعض هذه المنازل منازل عشوائية وهي في مرتفعات يعني لا يصلها الماء. أنا ما بخفيش عليك أنه في بعض منازل عشوائية عندنا مرتفعات، لكن قل لي أخي العزيز هل تريد من هذا المواطن البسيط اللي ما فيش معه طار عشان يوفر ماء يروح يقاتل في بواحي عدن وأراضيها هذه مع الهوامير اللي يبسطوا على الفدانات؟ يعني لو بنتكلم على بيت من غرفه ومطبخ وحمام حتى بدون سقف، طيب ليش ما نمسك نحن لما نقول عشوائي نمسك دون اللي متبسطوا على فدانات على اراضي على خطوط بلاتينيه وذهبيه في عدن بنوم ما حد كلمهم؟ لقينا عشان نتملص من مسؤوليتنا ما نوصلش الخدمه للمواطن، نجلس نقول على 3 أو 4 بيوت هذول عشوائي خلاص ما بنوصلش المنطقه كلها ماء. مستحيل احنا نقيس بهذا الميزان. طبعا قبل قليل كان معي المهندس زكي حداد، أنت تعرفه نائب مدير عام مؤسسة المياه، تحدث أن مشكلة المياه هي مشكلة استراتيجية مشكلة كبيرة، يعني مرتبطة بالكهرباء، مرتبطة أيضا بشبكة المياه المنهارة، مرتبطة بأشياء كثيرة منذ حرب عام 2015، وهو يقول أنه لابد من تضافر كل الجهود، يعني مواطنين، مؤسسة كهرباء، مياه، حكومة من أجل حل هذه المشكلة، هو يقول أن المشكلة كبيرة. يعني نحن أخي العزيز نحن مرينا بكارثة في منطقتنا في شعب العدروس في ظل السيول اللي انهمرت على العظمة عدن، ونحن المؤسسة تخلت عنا بمشكلة المجاري والمياه، نحن قمنا بدورنا نحن المواطنين وعدنا تأهيل شبكات الصرف الصحي وحلينا كثير من مشاكل البيوت القريبة اللي هي مكسرات ماء، نحن كنا نناجد في مواقع التواصل الاجتماعي لشراء دينامات للناس، يعني هل نحن بنتخلى عن المؤسسة وما بنوقفش معاه في ظل هذه الظروف؟ نحن وقفنا مع المؤسسه وغطينا فراغ المؤسسه بالمنطقه، لكن المؤسسه هي بنفسها ما تجيش تساعد نفسها، المؤسسه هي بنفسها متكاتله. الاستاذ زكي حداد من الناس اللي كنا نتواصل معهم بشكل شخصي عشان مشاكل الصرف الصحي في المنطقه وعشان مشاكل الماء 20 مره اجتمعنا في داخل اداره المياه، فاحنا نوقع محاضر معهم رسميه عشان توزيع حصص الماء. بنفسه فتحي السقاف اتكلم، مهندس فتحي السقاف مدير المؤسسه، قال انه توزيع المياه في منطقه خريتر غير عادل، في ناس يشربوا كل يوم وفي ناس ما يوصلهمش الماء بشكل نهائيا يعني.
نحن مش عارفين كيف توزيع المياه. نحن لما يجي يشرح لنا طريقة توزيع الماء يضخموا المسألة يخلوها كبيرة جدا، وهيك ما بتخفاش عليك إن الموضوع بيكون أكيد مليون بالمئة من وراء في سياسي. أصبح البلاد هذه تربط كل شيء بالسياسة، كان خدمات، كان قتل، كان فوضى، كان كل شيء يربطوها بالسياسة. حتى نحن اللي الآن موجودين بالشارع يحاولوا يزقوا فينا الطريقة السياسة، ونحن نقول ما عندنا مشكلة شخصية بحد، ما عندنا مشكلة شخصية مع أي حزب أو أي جهة سياسية، نحن لنا مطالب خدماتية، نحن نريد ماء ونريد تحسين بالكهرباء وفقط لا غير. لكن المؤسسات هذه أصبحت غير خدمية، أصبحت مؤسسة تتبع جهات سياسية وتعذب المواطن، تستلك وتعذب المواطن. نتمنى كل هذه الرسائل سامي أنها تصل إلى الجهات المعنية، تصل إلى الحكومة. نتمنى أن يعود الماء بسرعة كبيرة، أن الماء هو أساس الحياة، يعود إلى حي العيدروس ولا كل الأحياء في عدن التي لا يصلها الماء. سامي العدني كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وأشكر كل الضيوف الذين كانوا معي في هذه الحلقة. ألقاكم في حلقات قادمة، لذلك الحين أنتم الوطن بخير، في أمان الله. يا من سهوى أنا مهما